قال عدنان حيدر مدير عام بنك الإسكان العماني في مقابلة مع سي ام بي سي عربية أن البنك رفع رأس ماله إلى 100 مليون ريال عماني، وقدم خلال هذا العام أكثر من 2000 قرض إسكاني للمواطنين. كما وقع البنك مؤخرا اتفاقية مع صندوق الرفد لدعم رواد الأعمال. بداية أستاذ عدنان، نتحدث عن آلية وحجم القروض التي قدمها البنك خلال هذا العام. بخصوص القروض، حاليا نحن نمنح ما يقارب 2000 قرض كل سنة بمبالغ تصل إلى 80 مليون سنويا. والبنك خلال مسيرته هذه من تأسيسه لحد الآن منح قروض تصل إلى 45 ألف قرض، مبالغها تصل إلى مليار ريال عماني. يعني نحن نعطي قروض إسكانية لغاية الشراء ولغاية البناء ولغاية توسعة أي حاجة تخص المسكن للمواطن، وهي شروط بسيطة وميسرة للجميع. إن الشخص يكون عنده دخل يعني مكان من قطاع حكومي ولا قطاع خاص، ولا كان عنده أعمال حرة يحق له الاقتراض من قبل بنك الإسكان العماني. كم يبلغ رأس مال البنك حتى يعني النصف الثاني من هذا العام؟ هو رأس المال رفع مؤخرا كان 30 مليون ريال عماني، حاليا رفع إلى 100 مليون ريال عماني. وطبعا نحن لما شرنا للقروض، طبعا القروض بالنسبة للرسوم اللي تحسب على المواطن من تصل من 1% إلى 4% كحد أقصى. كان البنك يمنح قروض تصل إلى 30 مليون ريال عماني، حاليا تصل إلى 80 مليون ريال عماني، وعلى أساس أنه يعطي البنك يعني قوة مالية، لأن نعطي نحن قروض طويلة الأجل نحتاج إلى تمويل كافي حتى نستطيع نغطي المتقدمين من المواطنين لكي يستفيدوا بالقروض الإسكانية. مؤخرا وقع البنك يعني عدد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة لدعم قطاع رواد الأعمال، ما هي مساهمة البنك في هذا القطاع؟ وحقيقة مؤخرا قابلونا صندوق رفد واتفقنا معهم مبدئيا على أساس أن نحن بما نستطيع من مساعدة نقدمها لهؤلاء الأشخاص على أساس يستفيدوا بقروض إسكانية ونسهل عليهم المهمة، من ناحية أن قياس مستوى الدخل، أي أمور نستطيع نساعدهم فيها سنقوم فيها إن شاء الله. أخيرا، ما هي أهمية حصول البنك وللسنة الثالثة على التوالي على جائزة أفضل مصرف عقاري في الدول العربية؟ هي يعني أولا يعني تأتي الجوائز هذه بحمد الله يعني على الوضع المالي للبنك أنه حصل عليها، تأتي يعني هذا بركة للسلطنة أنه يعني وفخر في بداية الأمر. وفي نواحي أخرى البنك يستفيد لما يحتاج إلى تمويل من أي جهة كانت داخلية أو خارجية، ستقوم هذه الجهات بتقديم بعض التسهيلات وسيؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار طبيعي. يعني إن البنك وضع المالي جيد، على ضوءها أعطي مثل هذه الجوائز.